عاد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز إلى نواكشوط مساء اليوم قادما من نيويورك بعد المشاركة في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نواكشوط الدولي التونسي من قبل الوزير الأول السيد يحيى والحدامين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضاري. ورافقت رئيس الجمهورية في هذا السفر السيدة الأولى مريم تحمد الملقبة تكبر ووفد هام ضم على الخصوص السادة إسكو أحمد زيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ديالو ممدو باتيا وزير الدفاع الوطنية، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، باعثمان ممثل موريتانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد سالم المرزوق مستشار برئاسة الجمهورية، محمد رمين والددة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. حيا البيان الصادر في نيويورك في